والعباس اكو صوت بعد، مو هذا صوتكم. هذا الظلم ما ينعاد، كل احنا صرنا سجاد. 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 الشعب بالصدارة، كاظم شنها اخباره، كاظم شنها اخباره، شطاكم سليماني، شطاكم سليماني بكيسين غدارة. طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافتين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. وفي البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 على مدار القمر نايل سات، لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. تساؤلات كثيرة لدى الشارع العراقي حول زيارة ممثلة أمين عام الأمم المتحدة في العراق جنين بلاساخارت إلى إيران ولقائها برموز النظام الإيراني والحديث عن بحث الجانبين للانتخابات المقبلة في العراق. طبعا علامات استفهام كثيرة حول هذه الزيارة، بل أن بعض العراقيين قالوا بأن الأمر أصبح واضحا بأن تتفاوض الأمم المتحدة مع إيران حول مصير العراق، لأن إيران هي اللاعب الرئيس والمسيطر على الشؤون في العراق. الخبر يقول التقت ممثلة أمين عام الأمم المتحدة بالعراق جنين بلاساخارت الأحد مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي في العاصمة الإيرانية طهران، وبحسب موقع ولايتي الرسمي على الإنترنت بحث الجانبان التطورات الأخيرة في العراق إلى جانب الانتخابات التي سيشهدها العراق نهاية العام الجاري. دعا ولايتي إلى ضرورة عدم تدخل أي دولة في شؤون العراق الداخلية، وذكر بأن الشعب والحكومة في العراق هم أصحاب القرار. بالمقابل شددت بلاساخارت على أهمية أن يشهد العراق انتخابات حرة ونزيهة، وقالت بلاساخارت بأن وضع العراق أفضل كما تقول مقارنة بالماضي، وله إمكانات كبيرة من النواحي الاقتصادية والتاريخية والثقافية، ويجب عليه أن يستفيد، ومن المقرر أن تجري الانتخابات المبكرة في العراق في 10 أكتوبر تشرين الأول 2021، بعدما كان مقررا عقدها في 6 يونيو حزيران. على الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي جاء فيه بأن سبب زيارة الممثلة الأممية الخاصة إلى طهران عادة إياها تأتي في إطار دعم الاستقرار في العراق. البعثة قالت في بيان لها يوم أمس الاثنين بأن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاساخارت زارت طهران يومي 31 ومن كانون الثاني والأول من شباط، وعقدت محادثات مع مسؤولين إيرانيين حول القضايا الإقليمية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم الاستقرار في العراق. البعثة أضافت بأن الممثلة الخاصة كانت قد زارت عددا من دول المنطقة بما في ذلك إيران من قبل، وتأتي هذه الزيارات تعزيزا لتفويض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2522-2020، والذي يتضمن تيسير الحوار والتعاون الإقليميين بما في ذلك حول قضايا أمن الحدود والطاقة والتجارة والبيئة والمياه والبنية التحتية والصحة العامة واللاجئين. علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي كان قد بحث خلال استقباله المندوبة الخاصة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في شؤون العراق بلاساخارت العلاقات الإيرانية العراقية،
زين غير يناقشها مع الجانب العراقي لو مع الأمم المتحدة، وناقش كذلك الانتخابات المقبلة التي ستشهدها العراق. وكما أشرنا بأن ولاية أكد بأن العلاقات بين إيران والعراق ستشهد المزيد من التطور، ووصفها بالعميقة والمتجذرة والأخوية، وشدد على ضرورة عدم تدخل الأجانب والدول الأجنبية في شؤون العراق. كما تطرق اللقاء إلى الانتخابات المقبلة التي سيشهدها العراق، حيث أشار إلى أنها ستكون مصيرية جدا للعراق، وأعرب عن استعداد بلاده لتقديم أي دعم وتعاون مع البلد الصديق والشقيق العراق كما وصفه. طبعا أكدت المندوبة الأممية على حفظ ووحدة سيادة العراق وإجراء انتخابات حرة فيه. ايش خلته من السيادة في العراق؟ أشارت إلى أن أوضاع العراق أصبحت الآن أفضل من الماضي، وهو بلد يمتلك طاقات جيدة من النواحي الاقتصادية والثقافية والتاريخية بين دول المنطقة، ولا بد من استثمار جميع هذه الطاقات. وأشارت إلى إيجاد الوحدة وإجراء الانتخابات الحرة والجيدة في العراق. يعني هو اللي يريد يناقش الانتخابات، أنت يعني مبعوثة من الأمم المتحدة تناقشيها مع الجانب العراقي وسبل مساعدة الأمم المتحدة، هذا في حال نتحدث عن دولة صاحبة السيادة وتحترم الدستور وتحترم الشعب. لو تروحين على إيران تتناقشين معهم في موضوع الانتخابات، طبعا موضوع بلا سخارت والتقائها وسكوت بعثة الأمم المتحدة عن المتظاهرين، قتل المتظاهرين وقتل الناشطين في العراق، يعني دائما ما يثير التساؤل لدى الشارع العراقي، أين دور هذه البعثة، بعثة الأمم المتحدة؟ أصبحت هذه البعثة على واقع الأرض هي داعمة للحكومات المتعاقبة في العراق بكل مساوئها وبكل فسادها. وكذلك الأمر أصبح واضح كما أشرنا بأن على منصات التواصل الاجتماعي العراقيون على في الشارع العراقي يتحدثون بأن الأمر أصبح واضحا بأن تذهب بلاسخات إلى طهران لتتفق مع الجانب الإيراني حول موضوع الانتخابات القادمة في العراق، لأن إيران هي المسيطر وهي اللاعب الرئيس في العراق. معنا اتصال محمد من الناصرية، تفضل محمد. أخي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الحقيقة نعم، الموضوع بعثة الأمم المتحدة وبلاسخات وغيرها، الحقيقة المفروض مكان ما تذهب إلى طهران أو زيارة إلى إيران كان المفروض عليها أن تجي للناصرية، وأنا أتحدث وياك من الناصرية. نعم. فالمفروض أن تجي تطلع على هاي المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى والمعوقين وهاي الأيتام والأطفال، إذا كانت هناك يعني حقيقة يعني تمثيل رسمي للأمم المتحدة بالعراق. إحنا طبعاً هاي الإنسانة الحقيقة غير مرحب بيها، بالنسبة لنا زي نرفع شعارات في ساحة الحبوبي حول ما تقوم به من تحركات مشبوهة ولقاء هذا بعض القتلة وأيضاً من العديد من المتهمين بقتل المتظاهرين ليس في الناصرية فقط بل في العديد من المحافظات العراقية، وهذا دليل واضح بأن الأمم المتحدة الآن أيضا مسيرة. والحقيقة لا أعرف بماذا تقوم وفدة الأمم المتحدة في العراق، ما علاقة إيران بالوضع العراقي؟ يعني إذا كانت هي مبعوثة للعراق على أن تقوم بالإشراف الأممي داخل العراق وليس في جولات باسم العراق، هي لا يحق أصلا لها. إذا كانت الأمم المتحدة تريد أن تفتح مبعوث، فأعتقد على الأمم المتحدة أن تبقى مبعوث خاص بها وليست هي مبعوثة إلى الانطلاق من الأوضاع هنا وحقوق الإنسان. لذلك يا أخي العزيز ومشاهدين قناتكم الكريمة، أنا أقول بصراحة من الناصرية بأن هذا النزف وهذا القتل الممنهج اليومي والأبوات اللي على دور المتظاهرين السلميين، وأؤكد على قضية السلميين لأننا لم نرفع السلاح ولم نقتل أحد ولم نعتدي على الأموال العامة ولا على الأموال الخاصة ولا نقوم بأي أعمال ولا حتى لدينا قطع السلاح الناهمية على الفسدة. لذلك يا أخي العزيز نحن نقول بأن إذا كانت الأمم المتحدة حقيقة، فأنا أوجه من خلال منبركم الكريم لهذه المدعوة بالأشخاص أن تقوم بزيارة للناصرية
وتطلع. وانا انا جاهز، تسمع مني اذا كانت تستمع الى الاصوات وتتابع القنوات العراقيه التي تعبر عن صوت العراقيين. انا اقول انا مستعد ان اوضح لها ما يزور هنا في الناصريه، ولا يشمل بالكامل ولا اخاف احد ولا اتردد في ذلك. كذلك يا اخي نحن لازلنا نعاني من القتل، وحتى هذه عناوين منظمات حقوق الانسان هي غايه عن الساحه. أنا منذ عام 2011 لحد الآن أتراها، ومنذ عام 2011 لحد الآن تعرضت إلى القريع وإلى السجون وإلى وإلى وإلى، لحد هذه اللحظة التي أتحدث فيها معكم لم أشاهد أي نوع من حقوق الإنسان، سواء كانت حقوق الإنسان العراقية أو الدولية أو الأجنبية، وضعهم كل اللي جرى لي في مختلف السجون العراقية، وهذا اللي يسمع الجميع ويتسمع منظمات حقوق الإنسان. وبالأدلة وبالتواريخ المضبوطة حصرا، ومنذ عام 2008 وأنا صوت عراقي أتحدث بعراقيتي وبهويتي العراقية، لا تابع لا لأمريكا ولا إيران ولا أي دولة أخرى. لذلك يا أخي العزيز، هذه الإنسانة غير مرحب بها. نحن أعلمنا هنا في ساحة الحبوب في الناصرية، وعندنا لدينا لقاءات مع أخوانا في المحافظات الأخرى، والحقيقة اليوم أيضا لدينا بعض التظاهرات في أمام، اليوم لدينا تظاهرات أمام المجلس القضاء الأعلى. نعم. مطالب بالقصاص من الخيل ومن القتلة والبحث عن المغيبين سجاد العراقي وجلال الشحباني وفرج البدري لدينا. نعم. تقول بلا سخارت بأن وضع العراق أفضل من قبل، تعليقك؟ أستاذ العزيز. نعم. الحقيقة هي زيادة مكتبة وزيادة تتحدث بهذه الطريقة، كيف يعني؟ أنا لا أعرف يعني كيف من أين على أي شيء هي استلمت بهذا الكلام؟ أنا أقول أنا أوجه لها دعوة باسمي الشخصي، وهذا رقم وظائف موجودين، أنا أوجه لها، وإذا كان بهذه الدعوة تقول بشكل، أنا أتحدث باسمي الشخصي وأقول لها بأنني أنا مستعد أن أجلس معها وأمام القنوات الفضائية وأتحداها. وأتحدث معنا بالعلم وأمام صالح، لا أتحدث بالسرعة حتى يسمع كل العراقيين يسمعون ماذا يدري في الحديث. إذا كانت جادة لا عندها أي فائدة مرة، وليسمع الجميع، وأتمنى أن يصل هذا الصوت لكل القنوات وكل وسائل الإعلام وكل حقوق الإنسان. أنا أتحدث معها بالناصرية، ومستعد أن أقابلها في أي مكان بشرط واحد، أن يكون اللقاء على الهواء مباشرة، ونتحدث مباشرة. لا أتحمل مسؤولية ما أقول، وعليها هي أن تتحمل مسؤولية ما تقول، وإذا أثبت بأنه هي المقصرة يجب أن تقدم استقالة وتغادر الإرهاب العراقية، وسأطالبها بذلك وإيقافها بذلك إذا كان الحديث معها بهذه الطريقة. لذلك يا أخي العزيز، نحن نقول ما يجري في العراق من قمع وقتل وتهييب وأبواب كونية، نحن نقول هنا في الناصرية بأن هناك أبواب شبهية على جبر المتظاهرين السلميين. نعم. أين القانون وأين حقوق الإنسان وأين هذه المسميات وأين وأين؟ يا أخي أسئلة عديدة جدا، ولدينا حديث لا يسعنا الأمر ما مرج ولا ساعة ولا ساعتين ولا حتى يوم كامل الحديث. نعم. ما يجينا، وأنا أتحدث لك بهذا الألم كل كون العراق هو حريص على بلدي، لا تابع للجهة السياسية أولا، ولا أمدت الكتلة ولا مرشح للانتخابات، ولا حتى أريد أصلا أن أرام في هذه العملية السياسية البائسة بالأصل. لذلك لا يتطور لدي أن أكون جزء من هذه، ولا يشرف أن أكون جزء من هذا العمل السياسي الذي دمر ما بقي في العراق. لذلك نحن نسير إلى أسوأ. هذه الناس خلف التي تقول هكذا، العراق خلف على بين العراق من سيء إلى أسوأ. أخي محمد، نعم أخي محمد، أستثمر وجودك معنا. يعني قبل كم يوم في ديالة، محافظة ديالة وكتلة الفتح، كرموا الفريق جميل الشمري المتهم واللي عليه مذكرات إلقاء قبض، كرموه وهو متهم بإعطاء أوامر بقتل المتظاهرين. محمد أخي العزيز. نعم. جميل الشمري ليس متهم وإنما مجرم. نعم. وثبت إجرامه. أنا أقول لك وهذه هي الحقيقة، كيف يكون متهم وهو عليه أدلة؟ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لكن كيف يجب أن تثبت إدانته؟ نعم. في ساحة الحبوبي تتظاهر عوائل الشهداء وترفع الأدلة، وعلى كلها مثبت على صفحته الشخصية، وبعض الإخوان يطلعون على هذه الصفحة ويعرفون بعيد بنشر الأدلة. عوائل الشهداء في هذه الجمعة وكل الجمعة يطلع الجميع وتسمع ابن أسخرته من
معها من الاطراف حقيقيه وهميه ليسمع الجميع. اول الشهداء في هذه الجمعه الماضيه تظاهرت من ساحه الحرب وتوقف بجانب عفوا بجانب اخت المغيب السجاد العراقي ووالده احد العشرات من عوائل الشهداء تتظاهر يرفعون صور الشهداء في كل الشباب في ساحه الحرب. ولا يزال ايضا من خلال مصدركم الكريم كل وسائل الاعلام اذا كانت جاده وتدعي العراقيه وتحمي الهويه العراقيه ان تاتي لساحه الحربوبي وتقدم ما يجوز لها الجمعه القادمه ايضا وتقدم كيف تاتي التظاهرات ومن هم الذين يتظاهرون في ساحه الحربوبي. الا يتظاهر في ساحه الحربوبي العوام الشهداء ويطالبون بالقصاص من الجنين الشمري الذي يكرم مقتاده. والله غريب ما ياتي في بلدنا ومؤمن يا اخي هذا يظن بان هذا هو الاستهتار بدماء الشهداء بدماء العراقيين. فإذا جاء لقتل العراقي بذلك نقول له بأننا مستمرون ولن نسكت. دماء شهدائنا مهما طالبنا سوف يأتي يوم القصاص من هؤلاء القتلة. جميل شمري وغير جميل شمري علينا عشرات الشكاوى هنا بمحكمة السجن الديقان ويكرم في دياله ومن جهات حكومية متنفذة للباع الطويل في الحكومة. لذلك يا أخي هذه القضية تستفز مشاعرنا وسيكون وكان لنا موقف في هذه الجمعة وسيكون لنا وليسمع الجميع وقول القائد بالتكليف. نعم محمد أنا أشكرك. محمد بن الناصرية كان معنا صباح من بغداد. صباح تعليقك ورأيك حول زيارة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسا خارت إلى إيران وحديثهم حول الانتخابات في العراق. السلام عليكم استاذ عمر. طبعا زيارتها يعني تدل على يعني راحت مباشره الى صاحب القرار النهائي. يعني هي مو غبيه لو ما تفتهم لو تقاريرها يعني مثل ما تقول يعني هي كاذبه او غيرها. هي تفتهم وتعرف شو تطلع قرارات وغيرها فراحت لصاحب القرار ايران القرار الاول والاخير وتفاوضت وياهم معهم. يعني كل الموجودين داخل العمليه السياسيه هم عملاء وخونه ولهم حد معين بالقرار العراقي السيادي داخل العراق. زيارتها هي إهانة أولا، إهانة للعراقيين، إهانة بالدرجة الأولى للسياسيين والأحزاب، لأن راحت تتفاوض مع إيرانيين في شأن الانتخابات وشأن داخلي. هي مو مبعوثة أمم على منطقة الشرق الأوسط، هي مبعوثة أمم متحدة على العراق حصرا. فما شفنا أي تقارير عندها سابقة يعني مثلا بالناحيه القصف وتدمير المناطق وهاي الجرائم اللي ارتكبتها الميليشيات الطائفيه. بالعكس هي 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 تلقاها بازقه القصور الرئاسيه، تلقاها يم ابو فدك، تلتقي بس بالمسؤولين، ما التقت بالناس الابرياء، الناس المغيبه اولادهم، الناس اللي الميليشيات جاي تقمع بالمتظاهرين وشهداء تشرين، ما التقت بهذول الناس الابرياء المواطنين العراقيين، تعرف بمن تلتقي، بكل رؤساء الوزراء اللي كانهم عادل عبد المهدي وحيدر العبادي ومصطفى الكاظمي، تلتقي بهم لكن هي تعرف ايش جاي تسوي. تعرف ايش جاي تسوي عندها فد مخطط لتدمير العراق وتسليم العراق الى ايران. ما شفنا اي تقرير ضد التدخل الايراني بالعمليه السياسيه من 2003 لحد الان. ما عندها تقارير منصفه للعراقيين بس تقاريرها منصفه للجانب الايراني وللعمليه السياسيه داخل العراق. اخفت القصف في قتل العراقيين في الموصل وفي الانبار. المفروض تقول هاي جرائم اباده جماعيه من قبل الحكومه العراقيه. التستر على هيش تقارير ما تطيها للأمم المتحدة وأن الجيش العراقي والداخلية بعض من عندهم ارتكبهم جرائم وبالذات الحشد والناس المغيبة المفروض تطي أعدادهم بالاسم موجودة أسماءهم بالصقلاوية والرزازة وبالموصل وحزام بغداد وديالة وجرف الصخر. كل المغيبين أهلهم لحد الآن يدورون عليهم تقدر تلتقي بيهم وتفتح لهم زيارة في يوم من الأيام للأمم المتحدة تحددها بالأسبوع في سبيل يزورون ويحجونها معاناتهم وين خطفهم أبنائهم. هاي المقابر الجماعية وقفة صامتة جنين ما حكت أي شيء منصف بالنسبة للإسحاقي وغير الإسحاقي. زين أخي صباح، يعني عندما يتم الحديث بأنه جرى الحديث حول العلاقات الإيرانية العراقية والانتخابات المقبلة التي ستشهدها العراق بين علي أكبر ولاية مستشار المرشد الإيراني وبين بلاسا خارت، العراق وين يعني كحكومة ككيان وزارة خارجية وين بالموضوع؟ يعني ربما واحد يقول لك عادي، يعني هو العراق صار الموضوع مستباح
ومتنازع بين القوى الكبرى، وإيران إلها حصة الأسد، ودي يسيرون الأمور الناس. أستاذ عمر، يعني الممثلة عن الأمم المتحدة من راحت زارت إيران، يعني زارتها شنو كان الحديث بيناتهم اللي تقول على مود الانتخابات؟ شنو دار الحديث هذا اللي يخص الانتخابات العراقية على اختيار المرشحين، على منو اللي راح يفوز، على غيره، منو اللي منصب رئيس الوزراء اللي راح يتقاتلون عليه؟ طبعا الأحزاب الإسلامية، حزب الدعوة ومجلس الأعلى والصدريين، فراحت منها ستحدد تخلي النقاط على الحروف، فهي ما راحت يعني عن غشم أو ما تفتهم، راحت على صاحب قرار اللي الأول والأخير، وتعرف أن العراق المهيمن عليها سياسيا هي جارة السوء إيران، والتقت مستشار يعني مستشار خامنئي علي أكبر ولايتي، يعني هذا يعتبر شخص مؤثر بالشأن الداخلي العراقي، لأن يعني العراق احنا نعرف به احنا محتل من قبل إيران، فمبعوثة الأممية يعني تعرف جاي تتحرك، يعني من التقت بأبو فدك مؤثر بالحشد، وراحت التقت بإيران وتلتقي برئيس وزراء، وش يطلب من عندها تقارير أممية ترفعها بما يخدمهم. فهاي الانتخابات احنا نعرفها راح تزور بالكامل بإشراف الأمم المتحدة. نعم. يعني الأمم المتحدة راح تعرف ان الانتخابات مثل سابقتها ما صار انتخاب 20%، والأمم المتحدة ما حكت، قالت يابا الانتخابات فاشلة، والمناطق الستة المنكوبة هذول ما انتخبهم، فهذول لهم نسبة عالية ما انتخبهم، فالانتخابات باطلة، ما حكت هالشي، بالعكس مررت الأمور بتقاريرها المزيفة. وحاليا بالفترة الجاية احنا نعرف كل محافظاتنا في الجنوب كلها ملتهبة، وما راح يسمحون الناس نفس الأشكال راح تجي ترشح على عملية سياسية بائسة، فأيضا هي محضرة تقاريرها مقدما ان الأمور والانتخابات نزيهة وغيرها، فهي هاي أصبحت نقمة، وهي الأمم المتحدة المقر الرئيسي، الأمم المتحدة هي سلمت العراق لإيران بإشراف مثل هيك نماذج اللي بعثوهم مبعوثين، وتقاريرهم الكاذبة وتقاريرهم اللي صب مصلحة السياسي وصب مصلحة إيران فقط، أما المواطن العراقي شنو تحصلنا من الأمم المتحدة؟ بالعكس احنا وضعنا بدون أمم متحدة ومنظماتها أحسن، لأن ما جاي يرفعون الحقائق للرأي الدولي في سبيل يعرفون ايش جاي يصير من على يد الحشد والأحزاب الإسلامية. أنا أشكرك صباح من بغداد كان معنا. خلونا نتابع بعض التغريدات على منصة تويتر حول زيارة بلاساخارت إلى إيران وحديثها عن الترتيب مع الجانب الإيراني حول الانتخابات في العراق. دكتور لقاء مكي غرد وقال: قد ترى السيدة بلاساخارت بأن زيارتها لإيران جزء من جهودها لخدمة العراق، لكن الحقيقة بأن هذه الخطوات تحول نفوذ الأمر الواقع لإيران في العراق إلى وصاية شرعية. تبريرات بيان البعثة الأممية ليس مقنعا، وقد منح من لا يملك لطهران ما لا يستحق. عمر الجمال قال: بيان ينامي في العراق حول زيارة بلاساخارت إلى إيران لبحث أمن واستقرار العراق هو إقرار أممي بأن الجارة تتحكم بالشأن العراقي و تتدخل في شؤونه، وبيدها خيوط الأمن والفتنة والإرهاب كما يقول. عبد القادر النايل الكاتب والباحث العراقي يقول: بلاساخارت أخفت جريمة قتل العراقيين بقصف طائراتها عندما كانت وزيرة الدفاع هولندا تقدم على إهانة العراقيين بزيارتها إلى إيران، وهي مسؤولة بعثة أممية للعراق وليس للمنطقة، والإهانة الكبرى إلى أحزاب العملية السياسية بأنها تناقش مع الإيرانيين الانتخابات القادمة. بغدادية غرت وقالت: الخالة أم فدك كما سمتها بلاساخارت تصل إلى الجارة طهران للتباحث مع الجانب الإيراني حول الانتخابات العراقية القادمة. هاي شنو تقول؟ شلون الفستق مسوي لهم قاعد الربع؟ تعلق على صورة مع مسؤولين إيرانيين. محمد جدوع يقول: زيارة ممثلة الأمم المتحدة الخالة بلاساخارت إلى إيران لمناقشة قضايا العراق السياسية والأمنية هي بمثابة إعطاء شرعية ووصاية بنكهة الاحتلال، وهذا يدل على أن بلاساخارت تتعامل مع الأقوى لضمان مصالح إيران، فهي تمثل صفة أممية لمسك خطوط
الصراع والاعتراف بسيطرة إيران على حكومة بغداد. شاهو القرداغي الكاتب والمحلل العراقي يقول بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تنشر بيان تقول فيه بأن الممثلة الأممية الخاصة بلاساخارت تجري زيارة إلى طهران في إطار دعم الاستقرار في العراق. يقول تحركاتها وزياراتها ولقاءاتها توحي بأنها تعمل لأجل حماية رؤوس الفساد والمنظومة القائمة وتحقيق أجندة ومصالح شخصية وليس مصلحة العراقيين. نعم. المبعوث الأممية يقول رعد هاشم المبعوث الأممية بلاساخارت لم يتخذ أو مجلس الأمن الدولي لم يتخذ أي قرار حول مشاركته في الانتخابات القادمة. معنا اتصال أبو راشد من عمان. تفضل أبو راشد. لك أخ عمر. أهلا وسهلا بك. يا أهلا بك. بالنسبة طال عمرك توجه الأمم المتحدة قاسي تجاه العراق من سنة 90 إلى الآن. ولذلك شوف اختلاف في الرأي بين ليبيا والعراق لأن الجثث والمقابر الجماعية في ليبيا تتخذ عليها قرار قوي. أما باتجاه العراق طال عمرك متغيبة باتجاه العراق. أما مصلحة إيران شنو في تدخل في الشأن العراقي؟ حرب 8 سنوات مع العراق تدي عقد فارسي كريه إلى العراق. نعم. بالك في دور الأمم المتحدة والشأن العربي في العراق. ويعطيك ألف عافية ومشكور. الله يعافيك. أنا أشكرك أبو راشد من عمان كان معنا. سعد من النجف. تفضل سعد. سعد تسمعني؟ سعد؟ سعد؟ يبدو أن فقدنا اتصال مع سعد من النجف. زياد السنجري يغرد ويقول الصحفي العراقي يقول بلاساخارت تناقش مع مستشار خامنئي الانتخابات العراقية. خبر يبرهن بالدليل القاطع على ضلوع الأمم المتحدة بتسليم العراق لإيران ولميليشياتها. بلاساخارت التقت سابقا بالمجرم أبو فتك كما قال. اليوم أثبتت الأمم المتحدة بأنها الجناح السياسي للحرس الثوري الإيراني والمشروع الأول لاحتلال العراق. براء سلمان يقول مناقشة بلاساخارت الانتخابات مع المسؤولين في طهران تقنع آخر المعتقدين بجدوى الانتخابات بخطأ اعتقاده. أما اللي بعدهم يسولفون بإمكانية التغيير بصناديق الاقتراع فيدورون مصالحهم. نعم. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلنا بكم من جديد. سعد من النجف يعاود الاتصال. تفضل سعد. سعد تسمعني؟ سعد؟ يبدو أن هناك مشكلة بالاتصال مع سعد من النجف. خلونا نأخذ موضوع آخر. تقرير لصحيفة العربي الجديد جاء بعنوان البرلمان يخالف الدستور، نواب غائبون ومشاريع القوانين المعطلة. جاء في التقرير بأن مجلس النواب في العراق انفرد في عام 2018 بكونه الأكثر مخالفة للدستور والنظام الداخلي منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003، وهو ما كشفه العديد من النواب بالإشارة إلى أن سجلات إدارة جلسات البرلمان أظهرت عدم انعقاد جلسة واحدة بحضور جميع الأعضاء، لا بل أن بعض النواب لم يقسموا اليمين الدستورية لغاية الآن، وغاب الكثير من النواب عن أكثر
من 70% من جلسات البرلمان في مخالفة واضحة للدستور والقانون ولقانون البرلمان الذي ينص على وجوب فصل كنا أبغاب أكثر من 5 جلسات متتالية من دون أعذار. على الرغم من اقتراب البرلمان من إنهاء دورته الحالية بالإعلان عن حل نفسه تمهيدا لإجراء الانتخابات المبكرة في البلاد المقررة في شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل وفقا لطلب رسمي قدمته مفوضية الانتخابات قبل أيام، إلا أن مشاريع القوانين ما زالت هذه القوانين ما زالت في أروقة البرلمان وتنتظر التصويت عليها، ويبلغ عدد هذه المشاريع نحو 60 قانونا، أبرزها قانون حماية المرأة والطفل، قانون حرية الإعلام، الجرائم الإلكترونية، قانون التكافل الاجتماعي، قانون المحكمة الاتحادية، قانون الأحوال المدنية، والقانون المتعلق بحقوق الفلسطينيين في العراق، وقانون حماية التنوع ومكافحة التمييز الطائفي والعرقي، وقانون الاختفاء القسري، وقانون توزيع قطع الأراضي السكنية للمواطنين. منذ 3 سبتمبر أيلول 2018 لم تكتمل جلسة للبرلمان بكامل أعضائه البالغ عددهم 329 عضو، وحول هذا الأمر كشف مسؤول في الدائرة القانونية بالبرلمان بأنه في أحسن الحالات شارك 260 عضو في إحدى الجلسات والتي عقدت بعد انتخاب البرلمان، وأضاف بأن نوابا فازوا في الانتخابات ولم يرددوا اليمين الدستورية لغاية الآن. أكو نواب لحد الآن هم أعضاء بالبرلمان ما مأدين اليمين الدستورية، أبرزهم نور المالكي وراكان الجبوري وأسعد العيداني وحيدر العبادي وآخرون معهم، كون تأديتهم اليمين ستحول دون استمرارهم بمناصبهم. يعني أسعد العيداني عند محافظ عند البصرة هو محافظ البصرة، وراكان الجبوري محافظ كركوك، فإذا أقسموا اليمين راح يخسرون هذه المناصب. والمالكي كان يأمل بمنصب رئيس نائب رئيس الجمهورية، فيقول لك عليش نحلف، إذا حلفنا راح يروح علينا واحد من المناصب ونصير أعضاء بالبرلمان، خلينا ناخذ منصبين ونسرق منا ومنا، ولا لا من شاف ولا من دري. معنا اتصال أحمد من البصرة، تفضل أحمد. أحمد تسمعني؟ أحمد أبو عمر من بغداد، فضل أبو عمر. تحياتي لك، حياك الله المحترم ولقناة الرافدين المفضلة. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. بالنسبة إحنا كعراقيين ندين زيارة ممثلة الأمم المتحدة لإيران، لأنه العراق اللي صار من 2003 لحد الآن أمريكا والولايات المتحدة اللي سوت فتشي، يعني تفرح الشعب العراقي دائما، هي مواقفها محزنة ومؤثرة على الشعب العراقي. يعني منها زيارات قبل فترة زارت أبو بكر، طيب هم هذول الميليشيات والعصابات اللي أساسها هم الديون اللي موجودين عندنا، تروح تزور إيران على مود الانتخابات وعلى مود شنو؟ يعني مكافي دماء اللي صارت من 2003 ولحد الآن، اللي شعب العراق اللي كل المعاناة اللي بيعانيها، طيب تبدأ متجرون للشعب العراقي الشفاعة اللي طالب بكم، اللي تدخل الأمم المتحدة على الظروف اللي مرت بينا بسببهم، بسبب دخول إيران وسلمتنا لهم. الشعب العراقي من 2003 اللي متدمر بالظلم، 6 محافظات إبادت، وهسه عندنا إخواننا وأهلنا المناطق الجنوبية أيضا عبادات بيصير بيهم، وقتل المتظاهرين وقتل النشطاء وقتل الإعلاميين والمقابر الجماعية اللي قاعدة بين فترة وفترة قاعدة تصير. يعني ممثلة أمم متحدة أسباب زيارتها اللي قاعدة تواصل على مود انتخابات نفس الرؤوس اللي خلتهم تجيبهم وتكررهم، فإحنا هاي إهانة للشعب العراقي نعتبر، لأنه أمريكا هي سبب الدمار. طيب أمريكا من الصحف العالمية اللي تنشر العراق أكثر حزناً والعراق ما له مقعد بحقوق الإنسان، طيب أنتوا اللي دمرتوا العراق، أنتوا اللي هجمتوا، أنتوا اللي سلكتوا بإشرافكم بإشراف إيران اللي هي دمرت العراق. هذا من 2003 زيارة
غير انه يعني صالحه للشعب العراقي، هي من جانب ايران قاعد ترفع من شانهم وقاعد تزيد من فاحنا كشعب عراقي استاذ عمر احنا نرفض يعني هاي الزياره وما نحسبها انه فتشي انه يسيطر عليها هاي الزياره للشعب العراقي. الشعب العراقي اصلا رافضهم كافه هاي الكتل والاحزاب اللي حكمت العراق من 2003 لحد الان. العراق تدمر بسببه بسبب امريكا، فتحاول امريكا تعيد نشاطها وتعيد حلفائها من ايران من بعض القياديين اللي عطت اساميهم هم مطلوبين. زين انت طيب من نطيت فلان وفلان مطلوبين، احتلتوا حاصرتوهم حطيتوا القبض عليهم. جميل الشمري اللي هو اكرمهم اللي سوى مزرعه جسر الزيتون اللي صار له 2016 لا حاصرتوا حاولتوا للقضاء. جيتوا هاي الامور استنفرتوها بدماء الشعب العراقي. يعني كل هاي استنفرتهم الظلم اللي صار عندنا في العراق من 2003 ولحد الان بسبب امريكا والولايات المتحده اللي صار العراق اللي للاسف للاسف يعني دماء من 2003 لحد الان قاعد تسير وما حد موقف انه. نعم. اي دوله من دول العالم نعم أبو عمر. أبو عمر أريد أسألك حول موضوع إحنا تكلمنا في الجزء الأول من الحلقة حول زيارة بلاسخارت إلى إيران والحديث عن الانتخابات، والآن نتحدث عن موضوع البرلمان. يعني البرلمان دي يخالف الدستور وظاهر هاي مجددة عليهم الجماعة من 2018 لغاية الآن ولا مرة اكتمل عدد النواب. تسمعني هسه؟ تسمعني؟ ما أسمع. أني أشكرك أبو عمر، كان معنا من بغداد. خلونا نقرأ رسائل على الواتساب وصلتنا من المتابعين الأعزاء. يقول أبو حاتم من الموصل: السلام عليكم، تحية طيبة لك أستاذ عمر المحترم للجميع. يقول: المنظمات الدولية هي أداة تحركها الإدارة الأمريكية والعاملين فيها موظفين للمخابرات الأمريكية والصهيونية والإيرانية، لأن الإدارات الثلاث حلف واحد لتدمير الشرق الأوسط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الرسالة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور عمر، أما هذه المشبوهة المسمات بلاسخارت مجرد أداة لترويج ما لديها من القذارة التي تحملها من ضغينة تجاه هذا الشعب المغلوب على أمره. رسالة يقول فيها: السلام عليكم أستاذ عمر، أناجدك على أخوي أبو صدام يوضح لنا عن الوضع اللي كان بي والأخ أبو شيماء عنه معتقلين، وجزاهم الله خير لهم أجر إذا وصلونا الشيء. والله تعبنا نريد نشوف مصيرهم وين. يا ريت توضح أكثر عن أي شخص بياسجن. رسالة يقول: ما علاقة إيران بالانتخابات العراقية؟ ما دور الرئيس النايم والبرلمان؟ يقول رسالة طويلة من سعد من النجف، يقول: لا يحتاج المرء لجهد في إقرار حقيقة ميدانية متجسدة في الواقع العراقي تقول صراحة بأن العراق اليوم ومنذ 17 عاما كاملات هو ملعب إيراني كامل المواصفات. يقول: السلام عليكم وعلى قناة الرافدية. يقول: هؤلاء شلة من السراق لا تنفع معهم انتخابات ولا مراقبة دولية على الانتخابات ولا أي سلوك ديمقراطي لغرض إزاحتهم من الحكم. الأمر وما فيه بأنهم مجموعة لصوص استحوذوا على موارد العراق الاقتصادية واقتسموها بينهم، وهؤلاء كان حسرة عليهم لفة الفلافل كما يقول، فلا يمكن إزاحتهم بهذه السهولة إلا بثورة من قبل الشعب. يقول أبو ياسر من اليمن، يقول: أخي أقول لك، هو إيران مجرمين لا خير فيهم للشرق الأوسط، دمروا العراق، نهبوا ثروات العراق، قتلوا شعب العراق، هدموا المساجد، وما كفاهم العراق، دخلوا إلى سوريا ودخلوا إلى اليمن ودخلوا إلى البحرين، دمرونا، لا خير فيهم، مجرمين. يقول السلام عليكم، رسالة أم أيمة من بغداد تقول: هذه بلاسخارت من راحت لإيران استهانت بدم شهداء تشرين واستهانت بالشعب العراقي، هي منو إيران حتى تروح إلها وتناقش موضوع انتخابات؟ هي سبب دمار
العراق والخطف والقتل وحرق المزارع ونفوق الأسماك والدواجن بمساعدة الميليشيات الموالية. خلونا نرجع على موضوع البرلمان يخالف الدستور. المسؤول في اللجنة البرلمانية القانونية في البرلمان قال بأن نوابا آخرين باتوا خارج العراق منذ أكثر من عام وترسل لهم الرواتب البرلمانية مع المحافظة على مخصصاتهم، كما يتلقى أفراد حماياتهم داخل العراق رواتبهم. حول القوانين المعطلة أوضح بأنه من المرجح أن يتم ترحيلها إلى الدورة المقبلة من دون حسم، وأشار إلى ذلك لا يعود لرئاسة البرلمان بل بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على غرار رفض تمرير قانون حماية المرأة والطفل ومكافحة العنف الأسري الذي تعتبره كتل كالفتح ودولة القانون مستنسخا من قوانين غربية، ويشجع المرأة والأبناء على التمرد على سلطة الآباء وفقا لمداخلاتهم في البرلمان حيال القانون المقدم. هسه على الأقل احضروا في جلسات البرلمان، حللوا الراتب مالتكم. أما عضو البرلمان عن تحالف سائرون بدر الزيادي فأكد في حديث للعربي الجديد بأن حضور الجلسات لا يتجاوز 170 نائبا على الأغلب، رغم بأن عدد أعضاء البرلمان هو 329 الجماعة صار لهم يعني ما يقارب 18 و19 و20، وهذه دخلنا 21 ثلاث سنوات وشوية ما يحضرون، بس يأخذون رواتب، واللي عنده منصبين واللي عنده ثلاثة. أضاف بأن هذه المشكلة كبيرة، لأنه في حال قررنا حل البرلمان لن يحضر العدد المطلوب وهو 220 أغلبية الثلثين في المجلس، وبالتالي لن تكون هناك قدرة على حل مجلس النواب. ولفت إلى وجود نواب فازوا وحصلوا على حقوقهم وهم الآن خارج البلاد، وأوضحوا بأن أعضاء في البرلمان اتفقوا أخيرا على التحرك لنشر أسماء المتغيبين لإطلاع الناس عليهم. وإذا نشرتوا أسماءهم ما راح يهمهم شيء ذولا. معنا اتصال أبو عبيدة من الموصل، تفضل أبو عبيدة. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك، بارك الله بكم على البرنامج. حياك الله يا هلا بك، الله يسلمك. والله أستاذ عمر، هذا المواضيع أنه هي الممثلة في الأمم المتحدة من جاي لإيران. نعم. رايح لإيران، هم رادوا، هم بايدن من رادوا، هم الميليشيات رادت والأحزاب رادت، أنه حتى تأثير هو يريدون حتى تشتغل كيف مستحب صب وتدخل إيران كيف، لأن هم ما يفكرون بهالمعتقلين، هالمعتقلين اللي يستعمل داخل الاعتقالات. نعم. ما يفكرون بهالشعب. نعم. يا أستاذ العزيز، هو حتى سجون دا يحولونها من مكان لمكان. نعم. يعني إن المنطقة ونفس الوجوه، واحد زائد واحد فقط منهم المالك وربعه وغيره وغيره، إحنا المنطقة. نعم. يعني سوينا ما سوينا شيء. أريد هذا صار هم إذا من التحرير لحد الساعة. اليوم سووا عفو، اليوم سووا عفو للناس هالمظالم هذه. هم هذول الدعي يحكمون ست أرباع هذول كلهم مظالم. نعم. 80% مظالم. لأنك تعتقد منهم اللي جاي من خارج البلد، ما تحكمهم، ليش تحكمون البلد داخل البلد؟ نعم. ويقول لك أمم المتحدة وتقول لك كذا، أي أمم المتحدة أستاذ العزيز؟ نعم. أستاذ العزيز تعالي هذا تعالي إذا تجي راحت السنجار، دخلت واحد على ال الجرف الصخر، تقدر تصلها؟ نعم. يوميا منفسينها عباية ولابسينها، منفسينها شارب راسها، ولا رايحة للنجهة، رايحة المدروين، خلي تروح بس على الجرف الصخر تقدر تدخل؟ والله يكسروا جديها تكسر. نعم. أنا أشكرك أبو عبيدة من الموصل كان معنا. أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. أبو حسن تسمعني؟ متحدة وهاي من دي ولا ما نعم، تفضل أبو حسن. تسمعني أبو حسن؟ إن شاء الله. انقطع اتصال مع أبو حسن من بغداد. طبعا بدر الزيادي شدد على ضرورة فصل أعضاء البرلمان الذين لم يحضروا ولا جلسة واحدة، لافتا إلى عدم حضور بعض النواب ولم يؤدوا اليمين الدستورية وبقي مكانهم محجوزا، وأكد وجود مطالبات باستبدال النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية. علش تبدلهم وخلص، خلصت الدورة، شبقوا مو عندكم انتخابات قادمة. أوضح بأن النواب المتغيبين جاءوا للحصول على الامتيازات والحصانة البرلمانية فقط.
طبعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي سبق وان برر في عام 2019 عدم محاسبة النواب الذين لم يؤدوا اليمين، بأن المرشح الفائز لا يمكن التعامل معه كنائب إلا بعد أدائه اليمين الدستورية. يعني شلون 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 يصير هذا الكلام؟ هو فاز إلى فترة محددة، إذا ما يحضر يؤدي اليمين الدستورية خلص يتم إحالته إلى المحاسبة، يتم إحالته إلى 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 القضاء وفقا لتفسيرات كما قال تفسيرات المحكمة الاتحادية، وبين بأن الأمر يتطلب وجود تعديل دستوري. النائبة بهار محمود قالت بوجود وأقرت بوجود نواب لم يباشروا حضور الجلسات منذ انعقاد الجلسة الأولى منذ عام 2018، وعبرت عن استغرابها من عدم قيام رئاسة مجلس النواب باتخاذ أي إجراءات قانونية بحقهم. أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. أخوي عمر، هاي المندوبة معلومة متحدة. نعم. هي هاي يعني هو وزي. نعم. نعم أبو حسن. فقدنا اتصال مع أبو حسن من بغداد لرداء شبكة الاتصالات في العراق. عندنا رسالة يقول تحية للعراق وأهله، وأقول لهم وأقول لهذه الشمطاء الشعب العراقي قال كلمته لا تراجع حتى لو كلنا نموت. لعبة المصالح لم تعد تجدي نفعا. إذن تحدثنا في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين في النصف الأول حول زيارة بلاساخارت إلى إيران وحديثها مع المسؤولين الإيرانيين حول الانتخابات في العراق، وهذا الأمر الذي عده العراقيون تدخلا واضحا في الشأن العراقي من قبل إيران اللاعب والمسيطر الرئيس في العراق. وتحدثنا في الجزء الثاني حول موضوع خروقات أعضاء البرلمان للدستور وتغيبهم عن جلسات البرلمان. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.